السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتي شرفت كسو قيب قشي قف وربا درجة المذيع هي يحرك وسيدة أيامك سلامية وكسر الويني مركاو الرئيسة وحنا بري ودرينا دمان قرن كوردن جودهان عيد ماذا قرن كسيدة وردن قارهان عيدا كقرن كه وما أنت أنا جوبنا حفلة دودي تضوي لبطارات أساس كي عيدا كقرن كه وحنا ودرينا دمان يبوادن دمان تبليدا سراك الحجينكا سراكيشا يا جنرال الله يا حاسس كودبا قرر هاو ما هذا غينا أباك هم دوغرنا وهاينا وانا نود عيننا سنة كاس سنة كيس إن إلى هاي برواق يهرم الرجال سيدا ما أنتم ما أنت أدوه لأن ما يو إذا كقرنك تاريخان يهولون قرا وايو ساعدي ود بيسي انتو ملقى هدي الى شيخ القرآن كاخري الى فنارنتي الى وزيرك اذي اذبا مانتا لسول ساقي حولها عيدا كقرن فقطو يوحي نقم دي وحصل قدر ايا ان بدن وحا لسرعا ولا الى هذا عيدا كقرن يا عيدا مضو اوردمي أبال كقرن كهو قلان دلك استهى هذين اللي موجود كانوا وادب ويقف نفتي صهوري وحلوه أبال بدور نفله هرو لكن أبال كود كل بين بالك ذا مركب ما توحى لا له شعب كسوماري الآن لما أنتي مير شو جبا ما أنت أبال كهو قشين يا شيء وهايسين سنضاه وحى لا هاي إن بدن oo talaabo in hor la ayuu abaalkii soo celiyay abaalku ma aha lacag abaalku ma aha aduun abaalku waxa weeye waxa aagarateen ee suxir saarteen hadaa ciidmadu dhanba tihiin ee ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo amaana oo nabada sidii loo heli lahaa ayaa nafta u reynaa dadka boodan maanta qaranku dhamaantii wuxuu qaatay inuu talaabadiini qaato oo isaguna nafta u reeyo كو وحنو كتري وان مانت كتري سنة كان مانت هاي كي كوري با او الهي مهدية سومال اللان او تلدين قادتاي او خلاف كي دمي ساي او دمان امدو دي حرمارتا ايا نبدا دلك وحكالو بولا با ان دمان اه دور الله سارا سياسين تا قارهان حزبين سياسين تا إن أمدوين حرمارين تقارنك إيا نبادة أو أي كسارين وحالي وحي حنف إيا دوردور يهد غلعان ها سياسة أو ما تبنكي بلو دو قدن بيه قارهان إيا أمدهيسان أي دان تقارنك ميرو سوود جيدين أو هل دي قافلة مغل إينا وإلهي مهدي وحين كبو قادلنا قارهان حزبية المعارضة إيا دولو تاقيرا إنه أركان معارض نمضى إنه نقطة دلس وليبا وحي درينا دوقات فدران سيأي نقود بنو عرقالات بضان إيا عدو بضان أوي نهر تاقل دست البيوت كورف إما كلو حزبيوض وحي كوكا وضا ساهدين إن أي أمي دوبان سيدي دلك خوش أيو هيان إيا أه سياسة دبادين وحوضا نسا إسقدرين أه لغو بنابو إن لوقع شيو وقت جي لجوجل لها دور الشوينكا قرنكا إسكوسيتكا دور النمط واحد كم سنة توا قرياش الشرع عدة جدا دت كلا دورنا يو هدي نقوم ويان دت كلا دورنا يا قاري سوء على أرسن حزبية سوء على أرسن قرن النمط أموقته ما روح كوزارك هاي ده دويني وأرك قف كي دورنا يا ودورك وحوك ترك هرو هدي أن لبدا لهرين وحي أدبرت ونكسر مايو وضد كانت هدو تدور تاما وانا اكتنائي ما توحي نمارا كرناهي إن حزبية دي يح قرياشي شرع دجنتا او كووي لغا ساري يه قراها ايه ما تحركا نقرا لها ايه وين بدا فردي إن ايه ما تأرنتا اسكو الرائعين مدل كادينا ما انتا اوچوبو وحان دكو بشارينا يا قرنك سومالي لان مد دي بات شوقيا مد دي شوقيا إن ايه قورتي دي ما انتا قاميين إن دور شادر لقبتو وقتي وسوتشي دي قدك دور شويكو كوب يا صدر كمي
ومهد إلهي وحين كبه قادرين أحبناها قولها قرسها إيا قدوم يا شوذو إنا تلابة وانا أكثر ما أنت قادر أو أي تهي بدل حيار كي أقوى مسيل أو سودة دتية وقتك ما دام أي حزبية إيا قرن كي إيا حكومة إيا قد دورشوت بياريهين وهو حين أهل أقوم هذية وأركيسان دورده هرين حقي عارف ماشي لكل والله وأركيسان إنك لما نما اعتراف سنة وأركيسان واللي نودر دار وريا ونقارا ما يستان بالين هذا وأركتان أو حالين أو حالين هذا وأدت سكو قيري أو هشيز ما هو بكر قويه عاد هو سومال الآن ما أنت وحن بقى هورش ذينا إن سومال الآن مدو ذي أو هوش أنا صوب لوني أمد نمضى إيه حرم مركة إيه ديمقراطية دي أنا صوب ذني كونان تكاديه كوبدي قول كيو دمي أي قرط كل عقتي أو الشبكة كوبستي وأركي سقول عليهم سوماليا ضد هو يسقح هنا هو سومالي ومسلم ودبات هذا قاعد هو يردم قيسها وأدعينا وحكر وغره وحكر وترك الرمانة أنا قاعد تنا رفعنا ضاين وإيطال وين هاي نو أو إياه برا أي قرن هاي وحين أون هاي وهالك كيف فكر يعني سكت ورا فكر هاي تذكر دي دور دول ما أنت تبع على دول إياه وحترك ولا ذاك ولا وقارن هاي بينه حن أدي هذا وحر هاي ما له رد خدمان هاي إني قول ده هذا نايو إيه مسلم كا إيه سومالي دا إيه نهبري هيرو دو قرينو أو يقول دم بيا كوش أنا هتلا فكرة يقول لي أو يقول دم بيا أنا رجلان أو شخصيا آدي أدوا قرن أو غضي سومالي أو وري وقضية ده سومالي ده كحوال كوا وحي كفر ده قرن يا ها آدي أدوا تحسير يا بويس كيسي ده كيسي هي أنت كلا تقارن والله يا ما أنت واحد لاره أو إلهي لو صوبه أو إلهي وما هذا غلا إياه أو دتك أو نمي أنت مدنا أي سوق بسنا هوشة عيدنا الدولة يجب عيد قروبة كده حسام مدنا أنا أورني أنا قد بتاعه ري هدا إذا قالت هاي هدا إذا بيشيس بيرات هاي هدا حساب سياسي بيشيس هاي هدا قرياشي أو إياه قرش يدي سب سبيني هاي وحي إلهي لو ما هذا أو مدير وما هذا غيرنا أو كيري كيم الله وما هذا غيره شيخ يا شريف ويري يا قبر وضعيه لن يرى إيش قوي ككل دوم بقى إن أي أمضي سوال ما أنت إلى هاي تلعب هذا وافتشي إذا ما قرر كره وحاول قوله وحنفتي نوهته هذا عيونك قرر كتير هذا بريس تهين هذا سردون تهين هذا إذا ما بدأ تهين هذا دم دم سكيا بيقول بدأ في سلوك يد تهين هذا إيميجريشن سعودي عليه تهين هذا كوا كريمنالس كيا محابيس رقم ورقة كسر عليه تهين إذا كنا ما أنت وحاسك جماعة سام إن ده كين إذا ما قاعد تلعب ذي أو ما أنت أمد استهلك أمريسة دور شويك دور شويك وين وحنا ترهن إنا وحنا يلا ما دور شويك وين وحنا مركب قاضنا دور شويك ما إنا نكون علونه أو مركب وحنا دورنا يانا أين حنف أبوه وحنا نريد أين دورنا أدق ما وراء الصوت دور ده كقرن ككومة تلاقي دق موي كم قرسين أو قبل دورنا فين صدق يلا ما تدق ما لقى صوت دورنا وحنا صوت دور دور على بيه سديت هالمدرنة و فرتوه نقاط أو تشرعات كنا قنتم حلك أسمانته يساري وحساري يدق ما وربا إنا يقارك روك ينتو نو حط قف وحط هرا رجيد وربا إياه هنا أي كيران قف حل جدا كرا ما أنت حزب إذن ما يرين أيو حكومة إذن ما يرين أيسو عدا إذن ما قصب أيسو قف ول أو تردا وحكة جل أيو صو حل ما صو حريو آخره وحل ويدين دورة مسؤولية القاضي القرن كم كان سعيده جامل لهيد إن الضاعات كا توقف كاسي إف يا آخره وقرن كم ذو حتر ينوي آخره كسارة تهيد دم بجاسة هذا القرن كم وصو حشو مدى الوقت هاي إنه حديمو وكان يو أما أنا حرك كم يحكرين قفك واحد دورنا يا الله من ورقضة أديبيسة وإن نقطة قفك أدورنا سهل لو تقرن كان شرعي ود تريو يا آيها وكترنا أيو يا وحى أدورنا يا إن نقطة مد إفكين يا آخرين لو ونكسر ومدنا وح وترك هلا وهو شاق ما كرا يا إنه عنان المانتا يا عنان دون تقفك ورو وما تبلرهم
هذه أتصور صارتو قف أنا حد كذا بحكي يا العنان دونتا آخر ما حد كذا جواب دونتا وماذا قرر ما حد جواب دونتا تاسوا حلكا ما أنت صارن دجمويك عندك سوى حور صدتك إيه قف كدور رأي وحلو به هي القبطان تتك حرايا قرضي مكالك الرواد اللي مشاجلة اللي سوى حيل هذه دور منه واحد دور يعني المشاة كشوية رؤيرينا وردوا نقوى نقسم واحد الوضع حق نوقع ما كان يكال نوقعه يا يجدة ليه كذا نوجد من سفوتك أنت هو حلاها تتك ما تسوى حرا يي تتك واحد دور رأي مسؤولين تحسبيه له يكاد الكود iya ragal kambe ka galay ee doorasho u tartamay anigu waxaan qabaa maanta in doorashada iska badantahay 99 kambe ka u dhay waayo waxaynu geeyay doorashadii degboy halkii uu hooseeyay degmo walba cid ay soo xushay ka firsatay kaantay wax la soo riyada iyo wax la soo xigtaa mataa degboy kii waligaa soo qadaynaya gobolada walay qaadna waxa la xisbeeda iyadoo mas'uuliyadda haya waxayna saaran marka ay doorashada soo gabagabeeyso dabcan maanta waxa tartamaya 900 iyo 900 qof oo tartamaya waxa dhici doona laba meelo marka saxaabada qabiyay laba xaraaya waa dabcan waa bilaadmiga mas'uuliyadda xisbiyada xukuumadda wax garadka haddii madaxda yahay madaxda xaqmeed yahay haduu sheekh yahay haduu ganacsaday waxayna saaran inaynu doorashada ku ilaalino nabadgelyo iyo amni cadowgeenu hadduu tii hore ku quusay inuu ka soo waday oo taa maanta ay burtu gaadho dhamayso cadowgeenu wuxuu ku dadaalayaa doorashada natiijadeeda inuu khilaaf adag ka abuuro walaalayaal dhibaatada ay leedahay doorashada markay dhamaato dhibaato ay ka soo baxa qoladii Mareykanka adduunka wuxuu weynayd lahayd 200 sano doorasho wada wixii ka dhacay waa arkaysay inay ku dhinteen oo gurigooda loogu dhacay oo ay ku qalqaleen qoladii Mareykanka ee adduunka anaga wuxuu ugu weyn waa arkayse oo awood u dhigay inagu awood u nahay waa tan iimaanka iyo Ilaahay iskaashigiisa iyo ummadeena ramsan oo wanaag jiraa inaga xoogeyno waa ka qof walba shaqo kasta hay ama geel raac ama badka kalumayso ama kuuri ahow ama professor jaamacadood ahow ama taajir milyaneer oo lacag haysta ahow waa inaad noqotaa samawade booliis ah oo amniga ilaaliya waa inaad noqotaa xaakim garqaadan oo hebelood qaldantay joog waa inaad noqotaa nin dhimbiisha dalka markay doosho qabto halkeed ku qabto waxaan ugu haray haddii Soomaaliland nahay inaanu doorashooyinka inagoo wada jira oo cadawgeenu badan yahay oo dhaqaalaheena badan yahay aynu ku dhameyno nabadgelyo kii soo baxaba waa inkeenii kii maadaaba waa inkeenii waxa la matoohayoon inama kubadooda ciyaaray oo garoonka baxay garabka qabsan waxaan ku adkeeyay intaas aan u hadlay anagu hadaan xisbiyadanahay go'aan baan gaarnay waxaan soo saarnaa xeer ila xeerka anshax waxaan qori doonaa ilaa ay dhamaato seeni yareysa loo kala baxay anaga hoggaamintaas aan saaran idina furintaadi saaran hadaa dad weynaatiin daa kasoo tiin iyo qof kasoo tiin taa intaas aan kaga haraya waxaan ka hadlayaa qolka maanta adduunyada Soomaaliland oray arabka tirafsan Soomaaliland oray dowladda toos u xusin Soomaaliland oo Ilaahay aamsan isku tashatay dhibaatooyinka jira ee adduunka maanta maraya Ilaahay weyn garab maray xanuunka da covid oo laga qayliyay Ilaahay saf maray khafiif ay nooga dhigay abaariye ay xaba jiray wari waanu ka ladanahay kaso jiilalkii laabroodna waa habay waa fudud yahay jiilalkeen waa ilaahay mahadi khilaafaadka siyaasiga iyo dagaalada iyo colaadaha geeska afrika ka aloosan ee nagu xeerana ilaahay wuu naga nabadgeliyay waxaan u baahanahay inaanu qaadano aqliga ah iyo wax la qabsada dadweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay aynu ka baxno waa lay caawinaya iyo cid baan qeyno dirsanaya iyo na soo gaaray erayga la yiraahdo wuxuu noo horseedaya go'nimo iyo hanyari
iyo aamina aadna inaan ilaahay aamini waxaad maqlaysaa wax soo dhaca waxaan weydsanahayda caalamka hadda hordina soo gaaro ilaahum bay soo gaari kara wargeed ba weyn noolay abaara ka dag bay soo mar jiray dhibaatooyin ka badan baynu soo marayna waalidteen waxaanu kaga bixi jiray isku rasoonaanta iyo innaga oo intaynu ku dhacno boorka ka kacno iska jafno dhaqaaqno hubba si cabsi leh walaalayaal abaaray dhacay 4 sano ka hor dadkeennii goobta ahaa ee gacan hoorsiga ka xishoon jiray ka faani jiray ee hadduu cayroobo xoog si tagi jiray meel maraba ee dhexda xiran jiray ee isaga oo gabadha iyo odaygaba iyagu oo laga yaabaa inaan laba cisho wax cunin ka xishoon jiray waa qatanay reerka martiyaal ee loodhan jiray warrinka ishiisa wallahi waxaan shaqeeyay kii odhan jiray maanta wuxuu marayaa qofku isaga oo wax haysta inuu baryada badiyo qeyro badiyo maxaa noo sidaa maxaa idi wax noo sii waaya waa la dejiyay dadkii bacbaa meel loogu dhisay bannaana $80 baa waa la siinaya barsiyada zoro qoyska la siiya xaggaba socoraya hama dambe ay xoolo ku dhaqdaan ma hayaan tacab wax qarasho ma hayaan waa dhaqan guur waa burburin qoys somalilan saa ma ahaan jirin kumaadnaas oo kor markii somalilan caanka aan ogeyn da'deedu waanu ka qabayna cid walba haddii aaba ragu dhacay ilaahay baa keenay innagu aan iskaga tashano ha laysu xoolo goyo waajibka koowaad wuxuu saaray hawsha inay ka qayb galaan dadka dhibaatada ku dhacayso waa dadka ilaahay lacagta siiyey ee tujaarta ah ee business manka waayo tujaarteena qaarkood sakadoodu maanta rijana dhan bay ka saari kartaa faqriga oo inta gaalada suurisa in ka badan bixin kara ma ahayn lacagta bixiya sakada ay ku leedahay diinta oo keliya ayaa gobollo dhan ka saari karta waxa ay noogu weysanayaan haydaynoo saliya halkaana waxaan leeyahay ku noqono dadkeennu iimaankii aynu lahayn iyo qabkeennii iyo inaynaan nin faranjiya iyo mid carbeetoona midna waxba u aqoonin aynu soo celinno oo caqliga 30 sano dambe inagu batay ee abaryada iyo inaanu liidanno iyo inaan wax qabsan karaynin halaga baxo ilaahayna yaynaan ku gafir waayo waxaynu nahay dalka la hubo ee intii nimco ahayd ee adduunka la sii la siiyey roob iyo xoolo betrool oo la hubo ceelasheennu inay u baahan yihiin hawlgalaan oo qura oo wada og tihiin oo doqonnimadeenna iyo iskaashi la-aanteennu hayso inaynu qoon aynu soo baxo waxaynu hubnaa inaad dhammaantii ka waraysaan in dahab aan la qodin bannaanka laga helo oo la hubo dahabka ku jira haddii aynu ilaaha la qodo innaga mooyaana geeska afrika dhan dhaqaalis uu jiirayo oo maxaynu u qodan lahayn oo maxaynu u dhaqaajin lahayn doqonnimadeenna iyo kala qoqobnaanteenna inaan isku aamino qura ku xorantay waxaanu leenahay badda ugu dheer oo waxaanu doonanu kala soo bixi karo madaxda hadduu xisbi yahay iyo hadduu janan yahay iyo hadduu wasiiriy hadduu madaxweyne leeyahay iyo hadduu sheekh yahay waxaa laga rabaa inuu dadka waxa toosan iyo wadada u sheego laakiin hadday qaadan waayaan madaxdu eedda male dadweynaha leh annagu siduu ilaahay faray eenu iska aragnay baanu idiin sheegaynaa onaar war hala qaato haddii aad diidaan idinka halkaas dhigay waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta somaliland waxay joogtaa farxad laba arrimood oo taariikhaynu maanta goobta lagu dabaal degnay madowaa saadguuraday ciidamada qaranka waajibka aad u gutay oo dalkii nabadiisii xasiliyey oo qarankii magacii sharaf u yeelay midda waa golayaashii sharci dejinta iyo xisbiyadii qaranka iyo guddigii doorashada iyo dadweynihii oo dhan oo markii u horreysay doorashadii ku heshiiyey in hore loo soo dhigo oo iyagoo isku duba dhammaantood maanta ay guurtisina u saxday sharcigii u dambeeyey loogu lahaa doorashada 2013 ilaahay waxaan ka rajaynayaa noqoto doorasho khayr leh ilaahay waxaan ka rajaynayaa nabad kaga baxno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xanaf iyo cay iyo isjiidad iyo foorxuma aana yeelan ilaahay waxaan ka rajaynaya dadkaan faraya inaan siday ahaan jirtay doorashooyin kahor gola anigu wax ka bedelno dhaqaalihi la baabiinayo oo qaad malaayiin lagu cunaayo muxuu taraya inaga u baahan kiibika u baahan waxaynu dhan waxaynu ku dhammaynaa bitrool kaambeyna qof waliba gaaro ereya waa la soo duqaynaya shidaalka iyo dayactirka cid baa qaatay inuu gudbinaa waa lacag inaga baxda wax kale inoo qaban lahayn hiiftanka iyo iscayga walaalsinimo inagoo wada walaalaa oo isu seediya oo wada xidoor isbacaadi karin bar iscaayda waanu joojina ilaahay doorashadaha nagu naga mid khayr qabta aynu u diyaar garowno dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.